السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخوتي في فيديو جديد. احنا اليوم في الحي المحمدي، جيت مقهى كينيا اللي كتشوفوا هنايا. جيت ندير هذا الفيديو نصوروا لشي ناس كاينين على برا، قالوا ليك باغين يشوفوا هذه الإقامات ديال السعادة اللي كاينين في هذا الشارع. هذا الشارع واقيلا كيتسمى شارع إنسكان. كي دايرين هذه الإقامات؟ وشنو اللي كاين في ذاك الشارع؟ و حتى الأثمنة، نعطيهم فكرة على الأثمنة. هذا هو الشارع الرئيسي ديال الحي المحمدي اللي غادي لتحت. هذا راه غادي لطريق مراتش، هذا غادي لدوك سفوح الجبال، وهذا بطبيعة الحال غادي لجهة إسلان إلى آخره. غادي نحاولوا نمشيو جنب هذه العمارات هذه، نشوفوا شنو كاين تماك وكيف دايرين. هادو اخوتي هما العمارات ديال إقامة السعادة اللي كاين هنايا. راه كاين المحلات، كاين هنا المحلات، كاين في هاد الجنب الاخر، وبطبيعة الحال راه العمارات هما هادو ديال السعادة، راه كاينين من هاد الجنب حتى الجنب الاخر. وغادي نعطيكم الفكرة على الأثمنة ديال هاد الإقامات هادو. هذا الداخل ديال العمارة. غنمشيو نيسان باش ندورو من الجنب الاخر. ابخي ها واحد المحل اخر ديال كاين الجنب ديال العمارات هنايا. ومرحبا بكم في مدينتكم أكادير. ما تنسوناش من واحد لايك واحد اشتراك إذا كانت هذه أول مرة كتشوفوا القناة. غنحاول نمشي للجنب الآخر نصور، يعني ندير واحد تصوير أفقي ديال هاد العمارات هادو أو الإقامات هادو. هما دابا الإقامات، راه القنت كاين مقهى كينيا، وهادو هما العمارات. ها هما عمارات وغادين للجهة الأخرى، والفوق راه كاين بيم ديال الحي المحمدي، والفوق غتلقى إسلان، غتلقى دوك الإقامات الثانية الغالية. هاد الإقامات هادو متوسطة، يعني ماشي الهاي ستوندين. غنحاول ندور عاد نعطي بعد الأثمنة. هذا هو الجنب الآخر ديال الشارع. تبارك الله راه كاين الشجير هنا، كاينين إقامات زويونين، هادو سكن زوين، الإقامات من الداخل. ديما اللي بغى يصور شي حاجة يقولها لنا. وهنا راه هادو هما ديال وقيله لي جاردان دي سوس ولا اسلان هادي. ايوا كما قلت لكم هادي ها هو واحد الحانوت اخر مورا. ها هو كاين حانوت، كاين سناك، كاين قهوه تماك مورا هاد العمارات هادو. كما قلت لكم الاثمنه هادو راه سكن متوسط، لكن يعني هذا الشيء كي توقف على العماره او لابارتمون واش كاينه في البرومي دوزيام الى تروازيام. اذا كانت مثلا في البرومي راه فايت 40، كانت في دوزيام تروازيام راه بطبيعه الحال الثمن راه كينقص. هما الاقامات اللي قرب ليهم، والفوق هو لي جاردان دي سوس واسلان اباراز تا هو. ها منين جينا دابا الدوره ديال العماره من هنا 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 زيد. غنحاولوا نتبعوا التندورو للجهه الاخرى. هو الشارع الاخر من الجهه الاخرى راه خاوي، وكيبان ليا هنا كاين ان اوبيتال بريفي. ها هي راه كاينه هنا، وداك الرومبان اللي كيدي
سفوح الجبال راه الجمع كيبان. هادو هما دابا العمارات ديال السعادة في الحي المحمدي، شفتهم هما هادو. ومرحبا بكم في قناتكم أكادير لاندز، مرحبا بكم في مدينتكم أكادير. هادو فيهم من كاتريام ايطاج، كاتريام شتو كاتريام اللي فيهم بحال نيت لقرين. ها هو الشارع تاني راه لا ميم شوز هنا، كاتريام هما من الجنب الاخر. نمشيو تنخرجوا للشارع ان شاء الله. الجامع قريب ليهم، قريب لهاد الاقامات هادو، الجامع الكبير ديال الحي. راه كاين لاخر، كاين هذا اللي كاين في الرومبان تحت، وكاين هاد الثاني هذا لتحت راه كاين اسلام، دوك العمارات ديال اسلام لي جاردان دي سوس وزيد وزيد. تماك كاينه المقاطعه، مقاطعه ديال الحي وسفوح الجبال. ف وهذه هي انفي ديال الفوق ديال هاد الاقامات هادو، يعني اقامات محروسين. وعطيتكم المعلومات، اللي بغى شي حاجه اخرى انا غادي ان شاء الله نجيب معلومات اكثر. اذا شكرا لكم اخواني اخواتي، والى اللقاء في فيديو لاحق.